كانت ليلة شتوية باردة، والليل قد قارب منتصفه، وكل الناس في بيوتهم نائمة ما عدا أنا واثنين من أصدقائي نسهر في مزرعة بالقرب من القرية. فخطرت لأحدهما فكرة مرعبة، حيث همس لنا: ما رأيكم أن ننبش قبر الرجل العاصي الذي مات ظهر اليوم لنعرف مصيره؟ وأكمل: يقولون أن الرجل الذي لا يصلي يكون محروقا في قبره، وهذه فرصة لنتأكد من ذلك. غرته بشدة وانتقدت فكرته البشعة، فللأموات حرمة وسر وخصوصية ما داموا في ذمة الله عز وجل. لكن صديقي الآخر أعجبته الفكرة وقد وافق على ذلك، فأما أنا فقلت: دعوني، أنا لست منكم. وبعد أن عرفوا أني لن أنفذ معهم ما فكروا به، أخذوا معدات الحفر من المزرعة وتوجهوا إلى المقبرة، بينما أنا توجهت إلى البيت بعدما أخذوا مني عهدا ألا أخبر أحدا، وبالفعل قد عاهدتهم على ذلك. ذهبت إلى المنزل، وعندما وضعت رأسي على الوسادة وأنا أفكر ماذا سيلقون إن حفروا القبر، هل فعلا سيجدوا جسده محروقا؟ فإن ذلك الرجل كان يشرب الخمر ولا يصلي. ذلك ما كنت أفكر فيه وأنا مسترخ في فراشي حتى أخذني النوم، ولم أفق إلا على صوت أمي وهي توقظني وتقول لي: والدة صديقك سالم في الأسفل تريد أن تسألك عن ابنها، فهو لم يعد إلى البيت البارحة. فقلت لها: لا أعلم. بعد ساعة جاءت أم صديقي الآخر خالد تسأل عن ابنها، فهو أيضا مختف منذ ليلة البارح. قارب الوقت الضحى وصديقاي لم يظهر بعد. وعند الظهيرة ذهبت إلى المقبرة ونظرت إلى قبر الرجل وكان على طبيعته، فلم تظهر عليه علامات النبش. مرت 3 أيام والقرية لا كلام لها إلا قصة اختفاء الشابين سالم وخالد، وأنا صامت محافظ على العهد الذي قطعته لهما. لكن في اليوم الرابع أخذتني الدهشة والغرابة، فقررت أن أخبر إمام المسجد بما عزم عليه صديقاي في حفرهما القبر. فعلا ذهبت إليه، علمته أني لا أعرف هل نفذ ما عزم عليه أم لم يفعل. فقال الإمام: لا بد من نبش القبر والتأكد منه. اختار الإمام عددا من الرجال الثقة، وذهبنا ليلا وبالسر إلى القبر وبدأنا بنبش ترابه. وفي أسفله تفاجأنا بجثتي صديقاي الصديقين مدفونين في قاع القبر، بينما جثة الرجل صاحب القبر لم تكن موجودة معهما. تفاجأت لذلك واندهشت، ما الذي حدث؟ ماذا أصاب صديقاي؟ علت الدهشة وجوهنا وملامحنا الصامتة تسأل بعضنا بعضا: أين جثة صاحب القبر؟ ومن قتل هذين الشابين؟ كسر الإمام الصمت بقوله: لا بد أن هناك سرا علينا معرفته، غدا سنخبر الناس بكل شيء. في صباح اليوم التالي دعا إمام المسجد كافة الأهالي وأخبرهم بالذي حدث، فعقدت الدهشة ألسن الجميع، الكل يسأل كيف حدث ذلك ولا أحد يعلم ذلك. عند ذلك تقدم أحد المزارعين وقال: لدي ما أخبركم به وقد يفيدكم. ففي ليلة البارحة عند منتصف الليل خرجت إلى حقولي لأتفقدها من الإبل السائبة التي تعيت فسادا في المحاصيل، وعند عودتي مررت بجانب المقبرة فسمعت صوت صبيين وكأنهما يتوسلان لأحد ألا يقتلهما، لكني حسبت ذلك الصوت من الجن من جن المقابر، فلم أقترب بل هربت إلى بيتي وأخبرت زوجتي بذلك. زادت حيرة الناس كما زاد وتعاظم خوفهم على أنفسهم وأولادهم. أصبح الكل يتساءل: هل كان للرجل العاصي علاقة بالسحر فعادت روحه لتنتقم من أهل القرية الذين لطالما كانوا يعايرونه بالفسق والمعصية؟ في الساعات الأولى من الفجر فاقت القرية على صراخ امرأة وأطفالها، فهرع الناس إلى البيت الذي يأتي منه الصراخ، وليتفاجأوا برجل يرقد جثة على فراشه جسدا بلا رأس. كان ذلك الرجل هو المزارع الذي أخبر الناس بالأصوات
التي سمعها عند المقبرة، فقد تسلل أحد إلى بيته تحت جمح الليل وجز عنقه وهو نائم بجوار زوجته التي استيقظت لتجد زوجها مدرجا بدمائه وقد اختفى رأسه. في الصباح شاهد بعض الصبيان رأس المزارع معلقا على وتد مغروس فوق القبر المشؤوم. بدأ الناس يتحدثون عن رؤيتهم لرجل يلف نفسه بعباءة سوداء ويهيم ليلا في طرقات القرية وغالبا ما يحمل رؤوسا مقطوعة. تملك الرعب قلوب الناس وباتوا يغلقون على أنفسهم أبواب بيوتهم في الساعات الأولى من الليل. ذات الصباح وجدوا رجلا ميتا ورأسه مبثور وقد علق جثمانه بحبل يتدلى من جدار بيته، ثم عثروا على رأسه مغروسا في وتد على ذلك القبر المشؤوم الذي بات يعرف بقبر الرؤوس المقطوعة. كان الرجل الميت أحد الرجال الذين شاركوا في نبش القبر معنا تلك الليلة. كان القاتل الخفي يختار ضحاياه وفق عامل مشترك، فكل من قتلوا إلى الآن هم لهم علاقة ما بذلك القبر المشؤوم. لم يكن الصباح التالي أفضل من سابقه، فقد أتت راعيات الغنم إلى القرية وهن مرعوبات يخبرن الناس بوجود جثة بدون رأس معلقة على الأشجار وسط الحقول خارج القرية. هرع الناس إلى هناك ليتحققوا من القتيل، فكان أيضا أحد الرجال المشاركين في نبش القبر، أما رأسه فقد عثروا عليه معلقا على رأس عصا فوق القبر الذي انبعث منه الشر القبر المشؤوم. لم يجد الناس تفسيرا لما يحدث سوى أن روح الرجل العاصي قد عادت للانتقام، وكثير من الناس أصابهم الهلع والأرق والهواجس. فكان إمام المسجد يرقيهم بشيء من القرآن والماء المقروء عليه. تولت أحداث القتل المرعبة والتي طالت كل من شارك في نبش ذلك القبر، ولم يتبقى أحد إلا أنا وإمام المسجد، وكنا ننتظر دورنا، فلا بد من أن القاتل سيكمل مهمته ويقتل كل من لمست يداه تراب ذلك القبر. حذرت الإمام من الانتباه لنفسه وأخذ الحيطة والحذر، فربما سيكون دوره قبل دوري، لكنه أظهر لي إيمانا قويا وأخبرني أنه لا ينام الليل إلا قليلا، فأغلب ليله يقضيه في القيام والعبادة وقراءة القرآن على حد زعمه. في أحد الليالي وقد جاوز الليل منتصفه كنت مستلقيا على فراشي فشعرت بشيء من القلق والخوف. لبست ملابسي وأخذت سلاحي ثم توجهت إلى بيت الإمام، وهناك بقربه أكمنت متخفيا، فلدي إحساس أن القاتل سيأتي ليقتل إمام المسجد هذه الليلة. كنت متخفيا قبالة بيت الإمام، يحجبني الليل بظلامه الدامس ويحفني بصمته المطبق الذي أثقل أذني سوى من صوت رياح شتوية تدائب تراب الأرض في لعبة ليلية مرعبة. وفي لحظة رأيت باب الإمام يفتح من الداخل ويخرج منه رجل ملتف بعباءة سوداء كالليل الحالك. تبادر إلى ذهني أن هذا هو القاتل، وفات الأوان، قد تخلص من الإمام وهو الآن بالداخل يرقد جثة دون رأس. إلا أنني لم أرى الرجل يحمل شيئا في يديه، تبعته سرا وأنا أمشي خلفه متخفيا. كان يمشي في طرقات القرية المظلمة بخطوات متسارعة يحفو الحذر الشديد، وأحيانا يختال بمشيته بين البيوت حتى لا يعرفه أحد، وأنا أتبعه إلى أن وصل إلى باب بيت في طرف القرية. قرع الباب بظهر يده قرعتين خفيفتين ففتح له الباب ودخل إلى الداخل، وكانت الدهشة قد سيطرت علي. فهذا البيت وبيت الرجل العاصي صاحب القبر، وتسكنه وحيدة زوجته الأرملة. تملكني الذعر، فهذا هو القاتل يريد أن يقتل زوجة المقتول ليتخلص منها كذلك. اقتربت من البيت ثم تسلقت جدرانيه من الخلف وبحذر شديد وبخطوات خفيفة. قبعت وراء نافذة كانت شبه مفتوحة، نظرت منها إلى الداخل لأرى المجرم وهو ينفذ عملية القتل. وبحذر شديد وبخطوات خفيفة قبعت وراء نافذة كانت شبه مفتوحة نظرت منها إلى الداخل لأتفاجأ برؤية الإمام في حضن المرأة صاحبة البيت وهي تمسح شعره بيده
يديها وتقول له: حبيبي عليك أن تقتل إبراهيم. فلم يتبقى أحد غيره ثم ندفن الجثة. فعندما سمعت اسمي تناديه أن يقتلني انتابني الذعر والدهشة. تفاجأت أنا الوحيد الذي بقي ممن نبش القبر. انسحبت بهدوء وذهول يتملكني. ذهبت إلى بيوت بعض الرجال من أعيان وجهاء القرية، جلبتهم معي. اقتحمنا بيت المرأة بسرعة فائقة لنجد الإمام معها على الفراش، لم ينبس ببنت شفق. فالمفاجأة كانت قاصمة ولم تدعه حتى أن يحرك جسده. ثم تكبيله بالحبال، وكذلك كبلنا المرأة، وما هي إلا دقائق حتى بدأ الأهالي يتوافدون إلى البيت حيث مسرح الجريمة. فتشنا البيت فوجدنا في إحدى غرفه صندوقا بداخله جثة الرجل المفقود صاحب البيت، والغريب أن جسده كان به عدة طعنات، مما يعني أنه مات مقتولا. بدأت الأمور تتضح لدينا واستطعنا ربط خيوط القصة القضية ببعضها بعضا. فقد كان إمام المسجد على علاقة غرامية سرية سابقة وقديمة مع المرأة زوجة الرجل العاصي. وذات ليلة عاد الرجل صاحب البيت وهو مخمور، فوجد زوجته تخونه مع ذلك الظالم المجرم. فقام ذلك الشخص بقتله فورا حتى لا يفضح أمره. وفي الصباح الباكر أخبرت المرأة الناس أن زوجها توفي بسبب تناوله كمية كبيرة من الخمر. فأتى ذلك المجرم الذي كان يؤم المسجد على أجل وتكفل بتغسيله وتفيله حتى يخفي جريمته، ثم تم دفنه. وظن الإمام والمرأة أن جريمتهما قد دفنت إلى الأبد. وفي تلك الليلة خرج الإمام برفقة عشيقته إلى المزرعة ليلا بعد أن طلبت منه السهر خارج البيت، لأن رائحة الموت ما زالت تفوح منه. وحين جئت أنا وصديقاي إلى المزرعة للسهر هناك، تخبأ الإمام مع المرأة خوفا من أن نراهما. وعندما تكلم صديقي عن نيته بنبش القبر، كان الإمام يسمع كلامه وهو يعلم أن نبش القبر سيفضح المرأة ويكشف جريمته، وعندها سيعرف الناس أن الرجل مات مقتولا. فقرر منع الشابين من نبش القبر بأي طريقة. وعندما ذهب الشابان إلى القبر لنبشه ورجعت أنا إلى بيتنا للنوم، خرج الإمام في إثرهما ووجدهما قد قارب الوصول إلى الجثة. فوقف على حافة القبر ليتفاجأ الشابين به ويقف على رأسهما وهو يحمل حديدة بيده، فأخذ يتوسلان إليه أن يتركهما يعيشان. وهي اللحظة التي سمع بها المزارع الذي مر بجانب المقبرة هذه الأصوات، لكن إنه ظن أنهما جان فهرب إلى بيته. ضرب الإمام الشابين بالحديد على رأسيهما حتى أفقدهما وعيهما، ثم أخذ جثة الرجل العاصي ودفن الشابين في القبر ليموتا تحت تراب. ولم يكن لدى الإمام وقت لحفر قبر آخر يخفي فيه الجثة، كذلك لم يكن له خيار غير إخفاء الجثة بعيدا عن القبر، لأنه يعلم أني على معرفة بذهاب الشابين إلى القبر. فخاف أن أخبر الناس بذلك فيأتون لنبش القبر لتحققه من مصير الشابين فيكتشفون أن الرجل مات مقتولا. لذلك أخذهما إلى بيت المرأة زوجة الرجل صاحب الجثة، وهناك أودعهما في صندوق، ثم وضع عليهما بعض المواد الحافظة للجثمين من التحلل، ثم أخذ ينفذ جرائم القتل جريمة تلو الأخرى حتى يوهم الناس أن الجثة عادت للانتقام من أهل القرية، وبذلك تختفي جريمة وراء ستار الإشاعة التي صنعها لنفسه. كانت خطة ذكية جدا، لكن لكل جريمة خيط لا ينتبه المجرم إليه فيكشف بواسطته، وقد يكون للحظ دور في إزاحة الستار عن بعض الجرائم. والله يريد أن يفضح كل مجرم وكل قاتل. حفرت حفرتان في ميدان القرية، ثم دفن الإمام ذلك المجرم وعشيقته إلى منتصفيهما، ثم رجمهما الناس بالحجارة حتى الموت، ثم دفنهما في المقبرة بشيء من التحقير. بينما أعيد دفن الرجل العاصي في قبره، قد تكون خطيئة متسترة تحت ثوب النفاق، وقد يكون الشيطان قابع في قلوب من يدعون العفة والإيمان. لا تنخدع بالمظاهر، فلو علم الناس بما في قلوب بعضهم لما تصافحوا إلا بالسيوف. لم أتأكد من مصدر القصة، وفي أن
النهاية في الختام، فهذه قصة والعبرة منها ألا ننخدع بالمظاهر، ونسأل الله عز وجل أن يوافقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في وصول إلى الجثة، فوقف على حافة القبر ليتفاجأ الشابين به ويقف على رأسهما وهو يحمل حديدة بيده، فأخذ يتوسلان إليه أن يتركهما يعيشان، وهي اللحظة التي سمع بها المزارع الذي مر بجانب المقبرة هذه الأصوات، لكنه ظن أنهما جان فهرب إلى بيته. ضرب الإمام الشابين بالحديد على رأسيهما حتى أفقدهما وعيهما، ثم أخذ جثة الرجل العاصي ودفن بين في القبر ليموتا تحت تراب. ولم يكن لدى الإمام وقت لحفر قبر آخر يخفي فيه الجثة، كذلك لم يكن له خيار غير إخفاء الجثة بعيدا عن القبر، لأنه يعلم أني على معرفة بذهاب الشابين إلى القبر، فخاف أن أخبر الناس بذلك فيأتون لنبش القبر لتحققه من مصير الشابين فيكتشفون أن الرجل مات مقتولا. لذلك أخذهما إلى بيت المرأة زوجة الرجل صاحب الجثة، وهناك أودعهما في صندوق، ثم وضع عليهما بعض المواد الحافظة للجثمين من التحلل، ثم أخذ ينفذ الجرائم، جرائم القتل جريمة تلو الأخرى، حتى يوهم الناس أن الجثة عادت للانتقام من أهل القرية، وبذلك تختفي جريمته وراء ستار الإشاعة التي صنعها لنفسه. كانت خطة ذكية جدا، لكن لكل جريمة خيط لا ينتبه المجرم إليه فيكشف بواسطة ستته، وقد يكون للحظ دور في إزاحة الستار عن بعض الجرائم. والله يريد أن يفضح كل مجرم وكل قاتل. حفرت حفرتان في ميدان القرية، ثم دفن الإمام ذلك المجرم وعشيقته إلى منتصفيهما، ثم رجمهما الناس بالحجارة حتى الموت، ثم دفنهما في المقبرة بشيء من التحقير، بينما أعيد دفن الرجل العاصي في قبره. قد تكون خطيئة متسترة تحت ثوب النفاق، وقد يكون الشيطان قابع في قلوب من يدعون العفة والإيمان. لا تنخدع بالمظاهر، فلو علم الناس بما في قلوب بعضهم لما تصافحوا إلا بالسيوف. لم أتأكد من مصدر القصة، وفي النهاية في الختام، فهذه قصة والعبرة منها ألا ننخدع بالمظاهر، ونسأل الله عز وجل أن يوافقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في وقد يكون الشيطان قابع في قلوب من يدعون العفة والإيمان. لا تنخدع بالمظاهر، فلو علم الناس بما في قلوب بعضهم لما تصافحوا إلا بالسيوف. لم أتأكد من مصدر القصة، وفي النهاية في الختام، فهذه قصة والعبرة منها ألا ننخدع بالمظاهر، ونسأل الله عز وجل أن يوافقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في